السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في كل مكان. اليوم هنعمل مع بعض ازاي تتعلمي تعملي بطرون الأطفال. طبعا هو الفيديو موجود في القناة قبل كده، بس كتير منكم طلبوا، يعني قالوا لي مدام أمل البطرون الأطفال صعب علينا، ساعدينا فيه أو قولوا لنا بطريقة أسهل شوية من الطريقة اللي انتي شرحاها لي. هنحاول إن شاء الله النهاردة نبسط قدر المستطاع علشان حضراتكم تقدروا تعملوا الفساتين بتاعة الأولاد، يعني فساتين البنات في العيد، وتجهز لهم شغل يكون كويس وترضوا عنه. يعني النهاردة هنبدأ نقول بسم الله. إيه هي المقاسات المطلوبة علشان أقدر أعمل بطرون الأطفال؟ أي بطرون بحتاج فيه مقاسات رئيسية أو مقاسات أساسية. في لو أنتوا ملاحظين إن كان معانا في بطرون الحريمي كنا بنعتمد أكثر شيء على بطرون على محيط الجانبين، على أساس إن الجانبين أو محيط الأرداف أكبر مكان في الجسم، إنما يعني أكبر محيط في الجسم. إنما في الأطفال، أنا في الحريمي كنت بعتمد محيط الأرداف أو الجانبين، هنا في الأطفال في البنات بعتمد محيط الصدر، على اساس ان صدر البنت طالما طفله هيكون هو الصدر بتاعها هو يعني اكبر محيط في جسم البنت. فعشان نعمل البطرون دوت، طبعا ايه اللي بنحتاجه؟ بنحتاج محيط الصدر. اي مكان المحيط اللي هيطلع معاكي، هتحتاجي محيط الوسط، وهتحتاجي طول الوسط، وهتحتاجي الطول الكامل. هتلاقيني حطالك صورة بالمقاسات بتاعة الأطفال عندك في الفيديو. طيب ايه الآلية اللي انا هستخدم بيها المقاسات دي؟ هعمل ايه؟ هجيب محيط الصدر اللي هو المحيط الرئيسي، هجيب محيط الصدر اللي هو كان عندي هنا 56، ايا ما كان هيطلع معاكي، ايا ما كان البطرون هيطلع معاكي، المحيط هيطلع معاكي قد ايه. فرضا طلع عندي انا هنا 56 او 60 او 80 اي مكان، انا هاخد ال 56 دول اللي هم محيط الصدر. ركزي علشان بطرون الاطفال مفيش ابسط منه ولا اسهل منه. هتاخدي ال 56 دول اللي هم محيط الصدر، وهتقسميهم على 2 سنتي اساسي. اللي انا عاملاه بالاورنج ده يعني حاجه اساسيه، 2 سنتي هكتب لك عليه اساسي. يبقى اللي انا معلمه لك عليه بالاورنج ده يعني ده حاجه اساسيه انت مش هتقدري تلعبي فيها، لا تزودي ولا تقللي، والا تخلي بعمل البطرون الاساسي. يبقى انا هاخد ال 56 دول هقسمهم على 2 سنتي اساسي، هيديني ناتج. طبعا انا لما جيت قست هنا محيط صدر البنت، قسته لفيت السنتي على صدر البنت بدون زياده، يعني ما حطيتش صوابعي زي ما انا بعمل في الحريمي، لا، السنتي ملفوف على صدر البنت بدون شد وبدون زياده، يعني مش بشده على صدر البنت وفي نفس الوقت ما بعملش فيه زيادات. طب ليه؟ لان انا حابه اعمل عليه زياده بعد كده. فانا هاخد ال 56 هقسمهم على 2 سنتي اساسي، هيديني 28 اللي هو نص المقاس. في الحريمي انا كنت برسم الربع، ربع البطرون، في الاطفال برسم النص. فانا هاخد النص ده اللي هو نص محيط الصدر وهزود عليه 4 سنتي، خدت النص وهزودت عليه 4 سنتي، معناها ان انا هيبقى عندي 2 سنتي يمين الصدر و2 سنتي شمال الصدر، 2 سنتي زياده. دول مقاس يعني معتبر كويس لجسم البنات، كويس. فانا اخدت النص، جبت 56 قسمتهم على 2 سنتي اساسي، الناتج اللي طلع ده زودت عليه الزياده اللي انا كان ممكن ازودها في الشريط وانا بقيس، انما انا عشان يعني يبقى البطرون ثابت ورئيسي معايا ما اخلش بيه، فانا لازم اطلع الطريقه دي. فانا اخدت محيط الصدر بدون زياده وبدون شد، زودت عليه 4 سنتي، ال 4 سنتي دوت طلع لي ناتج. الناتج اللي هيطلع لي ده هيكون هو ده عرض البطرون عندي، عرض البطرون. يبقى انا اول حاجة عملتها ان انا استخرجت عرض البطرون،
ادي الطريقه بتاعته 56 محيط السطر على 2 اساسي اعطاني ناتج. الناتج اللي طلع ده زودت عليه 4 سنتي عشان يبقى فيه اريحيه في الفستان بتاع البنت او الموديل اللي البنت لابساه، اعطاني عرض الباترون. طيب انا بقى هاخد عرض الباترون ده اللي طلع لي ده وهعتبره اول ناتج هشتغل عليه. هاخد اول ناتج ده هكتب كده اول ناتج اللي انا هشتغل عليه بقى ده هعتبر، يبقى الاولاني ده انا هعتبره عرض الباترون، مش هحسبه من يعني مش هقول عليه اول ناتج ولا تاني ناتج لا، دي حاجه رئيسيه عرض الباترون. بعد ما عملت عرض الباترون هبدا اشتغل بقى، هطلع اول ناتج من عرض الباترون. هاخد عرض الباترون على 2 سم اساسي هيديني ناتج، الناتج ده هطرح منه 2 سم اساسي هيديني 14 سم. الناتج اللي هيطلع لي ده هيكون ده طول الباط، هيكون ده طول الباط. يبقى انا اول ناتج طلعت منه ايه؟ خدت عرض الباترون، عملت التقسيمه بتاعته دي، طلعت طول الباط. هاخد الناتج الاولاني ده هعمل منه تاني ناتج، تاني ناتج اللي هو عفوا. يبقى انا اخدت اول ناتج طلعت منه طول الباط، يبقى ال 16 دول طرحت منهم 2 سنتي اعطاني 14، ال 14 ده طول الباط. هاخد ال 16 دي اللي هي طلعت لي في اول ناتج وهستخدمها في تاني ناتج. هاخد ال 16 دي اهي، هروح عامله كده، هعمل كده 16 دي اهي كده. بمجرد نظرك ما ياخد على الرسمه دي نظرك ياخد عليها اوتوماتيك ايدك هتعملها. يبقى انا هاخد ال 16 دي، ال 16 دي هقسمها على 2 سم اساسي هيديني ناتج. الناتج اللي طلع ده انا مش محتاجاه في حاجه، يعني مش بستخرج منه شيء. الناتج ده انا مش هكتب جنب منه حاجه، هكتب كده لا يخرج منه شيء. 8 دي ما بيخرجش منها حاجه، 8 دي بحد ذاتها مش هستخدمها في عمل حاجه في الباترون. انا هضيف عليها حاجات او هعمل عليها اضافات علشان اقدر اعمل منها شغل بعد كده. يبقى انا اخدت اول ناتج اللي هو عرض الباترون قسمته على 2 سم اعطاني ناتج، الناتج ده طرحت منه 2 سم اساسي اعطاني 14 سم، بقى ال 14 سم دول عندي طول الباط. اخدت ال 16 الاولانيه دي، ال 16 دي قسمتها على 2 طلع لي ناتج، الناتج ده هكتب جنبه لا يخرج منه شيء. طيب ثالث ناتج هاخد ال 8 دي اهي اهي كده اهو. يا ريت حضراتكم تعملوا بنفس الطريقه ونفس الاليه علشان تحبي باترون الاطفال، والله سهل وبسيط. طيب اخدت ال 8 دي قسمتها على 2 سم طلع لي ناتج، الناتج اللي طلع ده هستخرج منه ثلاث اشياء. الكلام ده كله احنا لسه هنحطه في الباترون عشان نتعلم هنعمل ايه. الناتج اللي طلع لي ده هستخرج منه ثلاث اشياء. طب ايه هما الثلاث اشياء دول يا مدام امل؟ هاخد الاربعه دي زي ما هي كده زي ما انا عامله كده وهكتب عليها يمين وشمال خط المنتصف. الكلام ده هنفهمه دلوقتي. هاخد الاربعه دي ازود عليها 1 سم هيديني حده الرقم. هاخد الاربعه دول اطرح منهم 1 سم يديني ميله الكتف. لما انا اجي اعمل التقسيمه دي زي ما هي بالشكل ده وبالسلاسه ده يعني نظري انا هياخد عليها هكتبها وانا نايمه. طيب هاجي بقى اطبق الكلام دوت اللي انا عملته ده هنا هعمله هنا. ايه الكلام ده؟ هحطه هنا ازاي؟ اول حاجه انا اتفقت ان عندي عرض الباترون كام؟ 32. يبقى انا هرسم مستطيل كده عرضه 32 وطوله هو طول الموديل. الطول ده طول الموديل، اي مكان الموديل اللي انا هعمله. بعمل بلوزه، بعمل فستان، بعمل جلابيه، اي مكان اللي انا هعمله. خلاص؟ هاخد المستطيل ده اللي انا جبته منين يا مدام امل؟ جبته من عرض الباترون. انا كتبت لك اهو عرض الباترون 32 اللي هما طلعوا دول رسمت مستطيل طوله هو طول الموديل وعرضه عرض الباترون. هاخد المستطيل ده اللي طلع لي كده بالشكل دوت وهقسمه بالمنتصف. هشوف ال 32 دول نصهم كام وهروح عامله خط كده لحد اسفل تحت كده. يبقى حضرتك هتعملي ايه؟ هترسمي مستطيل عرضه عرض الباترون اللي هو الاول ده زي ما انت شايفه، وبعدين هتقسمي المستطيل ده بالمنتصف. خلاص؟ لحد كده سهله. طيب
هبدأ بقى أوظف الأرقام اللي أنا طلعت من عندي من هنا أحطها هنا. أول رقم أنا وظفته عرض الباترون اللي هو 32، تاني رقم أنا هوظفه طول الباط، طول الباط هنا عندي كام؟ 14 سنتش. هروح جاي على خط المنتصف كده وعاملة علامة كده بالشكل ده بال 14 سنتش، من هنا لحد هنا 14 سنتش وعملت علامة. طيب إيه هي الحاجات اللي هتطلع لي تاني؟ الرقم ده هحتاجه في حاجة؟ لا، قلنا لا يخرج منه شيء. طيب اللي تحت ده هحتاج منه حاجة؟ أيوة، هبدأ أشوف ده بقى هستخدمه إزاي. هاجي الخط ده بتاعي ده اسمه خط المنتصف، صح؟ أهو. هاجي يمين وشمال خط المنتصف ده من هنا وهعمل الأربعة سنتي الأولانية. يبقى انا يمين وشمال خط المنتصف هقيس بالمسطره 4 سم، ادي 4 سم وادي 4 سم. طب ال 4 سم دي جت منين يا مدام امل؟ جت من اول ناتج هنا استخرجناه، خلاص. يمين وشمال خط المنتصف حطيت 4 سم و 4 سم. هنا عند العلامه بتاعه طول الباط نفس الحكايه، رحت برده اخدت 4 سم و 4 سنتي يمين وشمال بالشكل ده، وهتروحي مقفله طول الباط كده بالشكل ده، سهله كده. يبقى ال 4 سنتي اول حاجه يمين وشمال خط المنتصف حطيت 4 سنتي، علمت هنا 4 سنتي يمين 4 سنتي شمال، وتحت نفس الحكايه. طيب ايه اللي في النص ده؟ ده اسمه طول الباط، طول الباط. صعبه كده؟ لحد كده احنا ماشيين مع بعض بالراحه، تمام. هروح جايه عامله ايه بعد ما عملت كده؟ هشوف الناتج الثاني. الناتج الثاني حردة الرقبه، باجي من هنا لحد داخل كده وبقيس 5 سم، ومن هنا لحد هنا وبقيس 5 سم، وبوصل الرقبه كده بالشكل ده، احنا متعودين على ده. دي الرقبه القويطه، دي الامام، الرقبة الامامية. طب عايزة اعمل الرقبة الخلفية، نفس الحكاية، من هنا لحد هنا دخلت بخمسة سنتي، ومن النقطة دي لحد تحت دخلت بواحد سنتي، دخلت بواحد ونص، دخلت باثنين، على حسب انا حابة هعمل ايه. طيب بعد ما عملت كده، طب في حاجة تاني؟ ايوه، في الناتج التالت. طب الناتج التالت اللي هو عندي 3 سنتي ومسميله ميلة الكتف، ميلة الكتف. هاجي من النقطة دي، مش ده طول الباط؟ أنا هاجي على الخط ده بقى من هنا كده وأنزل بميلة الكتف اللي هي 3 سم. هعمل حاجة من هنا لحد هنا وهقول إن ده ميلة، هكتب كده ده 3 سم. طيب هطلع عشان أسمي بقى الحاجات دي، دي اسمها إيه؟ ميلة الكتف. طيب دي اسمها إيه؟ الرقبة الخلفية. هنا رقبة الأمام، ده طول الباط، ده يمين وشمال خط المنتصف. بعد ما عملت نزلت من هنا لحد هنا بميلة الكتف، أنا كاتباها كأن دي ميلة الكتف، هروح موصلة ميلة الكتف كده بالشكل ده بالباط. ادي نقطة بالرقبة، بنهاية الرقبة، ادي نقطة نهاية الرقبة، وبروح عاملة كده. بعد هنا ما اوصل كده بوسع هنا بزيادة 1 سنتي، بدخل من النقطة دي لحد كده 1 سنتي على ميلة المسطرة، أنا حتى المسطرة أهي، وبوصل الرقبة نهاية الرقبة أهي بميلة الكتف، وبدخلها على نفس الزاوية بالمسطرة 1 سنتي بالداخل، نفس الحكاية هنا. اهو وعملت كده. المسافه اللي دخلتها دي 1 سم، المسافه دي 1 سم لحد كده. يا رب تكون الامور سهله عليكم. بعد ما عملت كده هاجي بالقلم الرصاص وهاجي بخفيه كده واعمل كده اهو، معاكي المحايه جومه بتعملي كده، بتلفي لو مش عارفه انت بتلفي حوالين الورقه اهو،
وعلى فكره ظبطت كده اهو مسحت وظبطت وهندمت كده الباترون قدامي، الباترون يبقى شكله. ما اجيش هنا واروح جايبه دي عاملاها بجوزه كده وعامله دي بجوزه كده، لا ده الباط ليه قاعده شويه، الباط ليه قاعده، فانا ما ينفعش اعمل كده. ده الباترون الاساسي صعب، هو ده الباترون الاساسي. لو انا جيت دلوقتي وعملت كل اللي فاضل لي هنا توسيع، انا المفروض اعمل هنا توسيع، انا هقص دي بالشكل دوت من المنتصف كده. انا مش عايزه اقصها دلوقتي، هقص دي كده لحد هنا بس، هقص كده اهو. انا عملت ايه؟ قصيت من المنتصف اهو، قصيت كده من المنتصف وبعمل كده، وادي الرقبه قصيتها كده. الرقبه طبعا انت لسه هتفتحيها هتعملي فيها دي رقبه البنت، انما انت عايزه هتوسعي بقى الرقبه، بتقيسي الفتحه اللي انت عايزاها للرقبه قد ايه، وبتبداي توسعي من هنا على حسب ما انت محتاجه. عايزه تخشي على الكتف بتخشي، تخشي 1 سم وتوسعي كده شويه، وتعملي توسعي حد الرقبه كده شويه، عايزه تعمليها 7، عايزه تعمليها مربع، ايا مكان انت عايزه تعمليها ايه هنا بالشكل ده. خلاص طيب هنعمل ده كده، زي ما هتعملي في الخلف هتعملي في الامام. وهتروحي جايبه ملزقه كده ورقه تحت كده بالشكل ده اهو كده. هتعملي ايه يا ستي؟ موسعه اخده التوسيع الزياده اللي انت عايزاه. يبقى انا هشيل ده، انت هتقصي من خط المنتصف بالظبط عشان ما تلخبطي. الكلام ده بنقوله للجماعه المبتدئات جدا، انت قصيتي بخط المنتصف، تعالي هنا اعملي التوسيع اللي انت محتاجاه، واطلعي من الباط كده بالتوسيع لحد تحت كده بالشكل ده، وابداي قصي. وزي ما هتعملي في الخلف هتعملي في الامام اهي. زي ما عملتي كده في الخلف هتعملي في الامام. ده هيكون شكل التوسيع اللي انت اهو، هيكون ده شكل التوسيع اللي انت عملتيه، علشان يكون عندك التوسيع ده هو اللي هيديكي الزياده اهو كده. التوسيع ده هو اللي هيديكي الزياده في الجوانب. هتعملي زي ما عملتي في الامام هتعملي بالظبط في الخلف. تخيلي ان انت لما تقصي ده وتركبيهم في بعض يعملوا لك جلابيه، يعملوا لك قميص نوم، يعملوا لك فستان بسيط وسمبل بمنتهى البساطه وانت ما تعبتيش. خلاص هنرجع نعمل انا بقى ده تاني كده بالشكل ده. انا حطيت الباترون رجعته لاصله، شلت التوسيع، خلاص عرفنا الموديل. دلوقتي انا عملت الباترون البسيط السمبل، عملت منه فستان بسيط، عملته قميص نوم، عملته جلابيه، اي مكان. دلوقتي انا عايزه بقى اوريكي ازاي هتعملي الموديل ده بالبطرون ويطلع معاكي بالفستان ده بالشكل ده والشياكه دي، وتقدري تلبسيه لبنوتك في العيد. دلوقتي انا هقص معاكي البطرون، وان شاء الله الفيديو الجاي يعني هوريكي ازاي تقصي البطرون، وان شاء الله الفيديو الجاي بنحاول نعمل الطبقات ديت. انت هتقدري تعملي الطبقات ديت ازاي وكم طبقه والكلام دوت احنا هنتكلم فيه الفيديو القادم علشان ما ازودش عليكي الفيديو. خلينا نرجع هنا ونقول انا اهو ايه اللي محتاجاه في الفستان ده. انا يا مدام امل مش متخيله ان انا ممكن اعمل لبنوتي فستان جميل زي ده مثلا. انت محتاجه ايه؟ اكيد عندك فستان لبنتك، واكيد ممكن تقدري تحطي فستان وتقصي عليه صوره تبقى الاصل وانت مش محتاجه ترسمي باترون. بس احنا بنرسم باترون ليه؟ علشان الناس اللي عايزه تحترف الخياطه، اللي عايزه تمتهن الخياطه تعرف تخيط اي موديل بمجرد ما تشوفه. ماشي؟ انت هنا محتاجه ايه في الباترون ده؟ اولا الرقبه وسعت،
زي ما احنا اتكلمنا قلنا انت هتوسعي الرقبه شويه بالمسافه اللي انت محتاجاها. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت محتاجه هنا طول الوسط، طول الوسط وبعدين الباقي سائل خلاص. طب هعمل كده وهجيب البطرون اللي انا رسمته اهو اللي هو كده، وهجيب طول الوسط من نقطة الالتقاء من هنا لحد اسفل هنا، هرسم طول الوسط كده بالشكل ده. انا هعمل كده البطرون ده اهو هنا كده بالشكل ده، ادي طول الوسط. محتاج حاجة ده تاني؟ لا مش محتاج، ده طول الوسط. طيب انا المفروض اهو اخدت المسافة ديت اللي انا محتاجاها، ده الخلف ودوت الامام. طيب هاجي اعمل كالاتي، هفصل، هاجي عند المنتصف وهفصل، وبعدين هاجي هنا كده وافصل ايه الجزء من فوق ده، هقول ده واحد وهقول ده اثنين صح؟ ده الجزء الاول وده الجزء الثاني، ده الصدر وده الجيبه، هقول ده الصدر وده الجيبه او النصف الاسفل صح؟ والخلف نفس الحكايه، وهروح جاي على الخلف وعامله نفس الحكايه اهو. قصيت ده الخلف وده كمان الخلف صح؟ ده هنقول واحد اثنين، ده ثلاثة أربعة. ده شكل الفستان، شكل البطرون. هاخد الجزء اللي فوق ده اللي انت شايفاه هنا في الفستان اللي هو ده، ده هطوي القماش على اثنين وهقص الجزء اللي فوق ده صح؟ لما هاخد ده اقصه على قماشه متنيه على اتنين هنا مقفول، هيديني نفس الشكل ده، الباط الكتف وادي الرقبه، بس هنا ده دوت الربع، لما انا هقص على اتنين هيديني النص. طيب عرفنا الجزء اللي فوق سهل ولا صعب؟ يا رب تقولوا لي سهل. طيب اخدنا ده، يبقى انا قصيت الجزء الخلفي الامامي الصدر الامامي، وقصيت الصدر الخلفي. طيب الصدر الخلفي يا مدام امل هنا في سحاب اهو، هنا في سحاب، معناها ان لما هاجي اقصه مش هقصه على مقفول، هقصه على مفتوح. يعني ايه مفتوح يا مدام امل؟ يعني بجيب القماشه كده على مفتوح من هنا كده بالشكل ده، وبجيب الخلف وبسيب مقدار للسحاب بالشكل ده، واقص كده بالمنظر ده اهي، يا رب تكون باينه خلاص. طيب الامام، يبقى انا لما اجي اقص هقص الامام على القماشه وهي مقفوله، وهاجي اقص الخلف على القماشه وهي مفتوحه اهي، ده مفتوح ده مقفول. عرفنا يعني ايه مفتوح ويعني ايه مقفول؟ للناس اللي بيسالوني مدام امل احنا مش فاهمين المصطلحات اللي انت بتقوليها. القماشه مقفوله يعني مقفوله من هنا، من الجزء دوت مقفول متنيه على اثنين مقفولة، ده كده هقصها بالظبط كده، هيبقى ده الخلف. هنا عايزة أنا هيبقى ده الأمام عفوا، عايزة هنا الخلف، معناها إن أنا هعملها كده بالشكل ده. صعبة؟ بإذن الله تكون سهلة. خلاص هنرجع تاني ونعمل. خلصنا الجزء اللي فوق، أي مكان أنت هتعمليه إيه؟ هنا هنا ده تل ومشغول متطرز، طالما عملت تل يبقى لازم هحط تحت منه ستانة، بعد ما هحط الستانه لازم احط تحت منه بطانه، يبقى انا محتاجه كام طبقه؟ طبقه التل تحت منها طبقه ستان تحت منها طبقه البطانه، كل صوره تبقى الاصل، كل صوره تبقى الاصل خلاص. طيب هاجي هنا عايزه اعمل بقى الفستان دوت والكشكشه ديت الجزء دوت، هنعمل كده خلاص خلصنا من الفستان. هجيب الجزء ده
ده اللي هو المنتصف. خلينا احنا كنا اتعلمنا ان احنا طالما قسمنا اهو نرجع تاني هنا كده بالشكل ده وكده بالشكل ده، احنا عملنا كده صح؟ اهو. لو انا جيت وقصيت الجيبه من تحت بنفس المستقيم ده، الخط المستقيم ده، مش هيبقى مظبوط، لازم اعمل توسيع للديل عشان يديني نكشة الجنب. طيب هجيب برضو تاني، هروح يبقى جايبه، خلصت انا كده ووصلت، خلصت الجزء اللي فوق، هجيب الجزء اللي تحت لازم اعمله توسيع، لازم. ادي التوسيع، هجيب حته قماشه ورقه وهعملها كده اهي كده بالشكل ده، وهيبقى ده شكل التوسيع. نفس ما عملت هنا هعمل هنا اهي، اي ورقه وهروح عامله كده بمقدار اهي، بمقدار التوسيع اللي انا محتاجاه ايا ما كان انا محتاجه قد ايه كده بالشكل ده. هوسع كده، هوسع كده من هنا، وبعدين ادي توسيع الخلف. انا عايزه اعمل توسيع 5 سنتي، عايزه اعمله 7 سنتي، مناسب، عايزه اعمله زياده، انت براحتك على حسب الموديل اللي انت عايزاه. المهم اللي يعنيني ان انت ما تنسيش تعملي التوسيع دوت، لان شكل الفستان هيبقى بايظ لو ما عملتيش توسيع في الجنب، مش هيبقى شكله مظبوط. يبقى هنا انا لما عملت الجلابيه لفوق خدت التوسيع من تحت لحد الباط، انما هنا في الفستان ده في الموديل ده تحديدا هاخد التوسيع من الدل للوسط فقط، اللي فوق مش هعمل فيه حاجه، الجزء اللي فوق مش هعمله توسيع. ليه؟ لان انت شايفه هنا اهو ده جاي خط مستقيم ما فيهوش توسيع، ده اللي فوق خط مستقيم ما فيهوش توسيع. طيب افرضي انت عايزه تعملي تكسري، انا مش عايزه ازود عليكم مع الوقت. طب المبتدئات، انا هاخد الموديل ده هعمله زي ما هو كده، هيديني نفس الفستان اللي انت شايفاه. اذا حبيتي تكسري بعد كده الوسط هديكي ازاي تكسري الوسط دوت. اللي يعنيني دلوقتي ان ده شكل الباترون اللي انت عملتيه، جهزتيه وخلصتيه، هتروحي جايبه القماش بقى، هتجيبي القماش. اتفقنا وعرفنا احنا هنقص اللي فوق ده ازاي، هنيجي بقى هنا نقص بقى ده الجزء دوت اللي انا هقصه هنا، اللي انت هتقصيه دوت هنا. ولنفرض ان ده مثلا ان المسافه اللي هي بتاعه الوسط بتاعه البنت مثلا 30 سم او 20 سم، 20 المسافه بتاعه الكشكشه اللي انت هتحتاجيها هتبقى ضعف هتبقى ضعف الوسط، ضعف المسافه دي. يعني انت بتقيسي المسافه دي وبتاخدي ضعفها، في حد في الطول اللي بياخدوا ضعفها مرتين، يعني انت المسافه دي هتاخدي ضعفها مرتين. في حد بيحبها خفيفه جاي القماش يابس مش عايز يبقى ضعف القماشه دي مره واحده، يبقى قد المسافه دي مره واحده. يعني ايه؟ يعني انا بقى هجيب القماش اهو كده وهاخد قد المسافه دي مره، ازود على المسافه دي مره اذا حبيت، او ازود على المسافه دي مرتين، يبقى دي كشكشه. عشان لما اجي اعمل الوسط ده افتحه واجي اكشكشه يديني الكشكشه اللي انت شايفاها دي. وصلت؟ يديني الكشكشه اللي انت شايفاها دي. خلاص؟ يبقى الكشكشه اللي انت هتحتاجيها دي بتقدريها ازاي؟ بتقدريها حسب القماش اللي عندك، وحسب نوعيه الموديل، وحسب نوعيه القماشه نفسها. انا عندي قماشه يابسه وعايزه كشكشه نعومه وبسيطه،
يبقى هاخد ممكن اجرب فيه. اعملي يعني سرجي ان مبتدئه، سرجي جزء كده وشوفي شكل الكشكشه هيبقى عامل ازاي. هل لو حبيتي لو عملتي فيه كشكشه كتير هيبقى حلو ولا هيبقى ناشف؟ لان ده اسئله كتير الناس بيسالوها لي. هنا عرفنا كده ان طبعا لما هتيجي انت هتوسعي الكشكشه دي كده، دي هتاخديها كده بالشكل دوت وهتروحي مثبتاها. لما هتيجي خلينا نشوف كده، استنى كده اهو كده بالشكل ده وبثبت. انا كل ده لسه بجهز البطرون. طيب ده شكل البطرون الكشكشه، اي ما اخدتها ضعف المسافه او مسافه واحده، يعني اخدت نفس المسافه دي زياده نفس المسافه او زياده الضعف عملتها كده. بعد ما عملتها كده هاخد دي البطرون ده وهروح حاطاه على القماشه. القماشه من هنا مقفوله، انتبهي القماشه مقفوله ليه؟ علشان ما يبقاش عندي خياطه هنا في المنتصف. وضحت؟ بعد ما قصيتها يبقى القماشه هنا مقفول، قصيتها هتديني نص كامل، هيديني نص كامل. هاخد الجزء ده وهكشكشه كده 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 بالشكل ده بعد ما يعني بعد ما اقصه هكشكشه كده عشان يديني نفس شكل الكشكشه كده بالشكل دوت. يا رب كده تكون الفكره وضحت ليكم وتكون سهله عليكم. دي احنا بنعمل سلسله من قراءه البطرونات، ان شاء الله تكون سهله عليكم. يا ريت تقولوا لي استوعبتوا الطريقه اللي انا قلتها ديت، حسيتوها سهله حسيتوها صعبه؟ قولوا لي كل المعلومات اللي انتوا عايزينها علشان ان شاء الله الفيديو القادم نستكمل مع بعض يعني تفاصيل قراءه اي باترون حضرتك بتشوفيه او اي موديل انت بتشوفيه فتقدري تعمليه بكل بساطه وسلاسه. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم. شكرا وبشوفكم في الفيديو القادم.